بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنية إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة بمناسبة مرور ثلاثين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وأعرب سموه في البرقية عن خالص التهاني وأطيب التمنيات لفخامته بالتوفيق والسداد ومنفور الصحة والعافية ولشعب جمهورية الصين الصديقة المزيد من التقدم والازدهار كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنية مماثلة إلى معالي السيد لي كي تشينغ رئيس مجلس الوزراء الصيني